مساكم الله بالخير ومساكم الله بالنور والسرور. بالفعل البارحة اليوم الجمعة كان يوم مميز في حياتي وفي حياة كثير من الناس لافتتاح معرض الفن لغة المحبة والسلام في زمن الكورونا. 26 فنان وفنانة يلتقوا في معرض على الهواء مباشرة. كانت تجربة جميلة جدا، تجربة رائعة بكل ما تعنيه الكلمة. سعادتي قد لا توصف بالكلمات، لأن بالفعل كان إنجاز عظيم عملناه كلنا كفنانين كمشرفين على إقامة هذا المعرض ملتقى المحبة والسلام. شكرا لكم من القلب. بالفعل كانت تجربتنا أن نحن يكون لنا صوت، يكون لنا بصمة في تاريخ الفن التشكيلي العالمي، وخاصة أنه يتوافق هذا اليوم مع اليوم العالمي للفنون، وهو ميلاد أيضا الفنان العظيم ليوناردو دافنشي. وكانت فرصة جميلة أن نلتقي جميعا لأجل أن نرسل رسالة حب للعالم. الفن لغة محبة وسلام.